I made a mistake. No, I made a mistake. When we were booking shows, I wasn't looking into it. And then I don't see the fucking point, right? I do not see the point of inviting the 1975 to a country and then telling us who. And I'm sorry if that offends you. And it's part of your. But your government. And I don't care anymore. If you push, I'm gonna push back. I'm not in the fucking mood. I'm not in the fucking mood. If you're filming this on TikTok, I'm not in the fucking mood anymore. You don't get a set of loads of uplifting songs because I'm fucking furious. And that's not fair on you because you're not representative of your government. Because you and progressive and cool. All right, we gotta go. We just got banned from Kuala Lumpur. I'll see you later. اصلا اخترت ان لا تكونوا مؤمنين باخره ولا برب ولا بحساب ولا وجعلت صلتكم بالسماء منقطعه، الله يحاسبكم. وان كنتم في بلاد اسلاميه وسترتم، الله اللي يحاسبكم، ما لنا حق نفتش عليكم. لكن ان تعلنوها في بلاد اسلاميه وتجعلون اشاعه الفاحشه والدعوه الى الباطل، لا، نتصدى لكم. وواجب على الحاكم ان يوقفكم عند حدكم او ياثم. او ياثم، يكون خائن لدينه في هذه الحاله، ما لم يكن مضطرا. المساله خلاص عرفنا، غير اموركم غير مبنيه على اخر. وانتم داعيكم لذلك الحريه، قالوا داعينا الحريه. طيب جاء واحد وقال انا غير مقتنع ان هذا الفعل صواب، اسكت. انتم قلتوا حريه، لماذا تسكتون من يرفض هذه الاشياء؟ لماذا سنت قوانين لتجريم الاعتراض على هذه الاشياء؟ الحين لحظه، انتم قبل قليل قلتم لنا سقف من اسقف سقف القيم الانسانيه الحريه. هو حر ان يعلن انه على فاحشه، وانا لست حر ان اقول له هذا خطا. انا ما بضربه ولا بتعدى عليه ولا بشتمه ولا بسبه، لكن انا ولا حتى بتكلم مع شخصه بطلع وبقول انا ارى ان هذا الفعل خطا، لا، ليس من حقك. وين حريه التعبير؟ فلما تصبح الاغترارات مبنيه بعضها على بعض، يأكل بعضها بعضا كما تفعل النار عندما لا تجد ما تأكل، تأكل بعضها بعضا. فينذر أستاذ ويفصل أستاذ في جامعة مثل أكسفورد ولا كامبريدج ولا سربون ولا أكابر الجامعات لأنه رفض مسألة أن هناك أكثر من جنسين. أن أستاذ جامعي في يدرس في علم الإحياء لا له علاقة بالنشاط الاجتماعي ولا بالسياسي ولا بالجندر ولا بشيء من هذا، يقول أنا المجهر، يقول لي أبحاثي المجهر والتحليل العلم كما يسمونه ساينس التجريبي، يقول لي أن هذا باطل، لا يوجد إلا جنسين ذكر وأنثى فقط. لأنك تصرح بذلك نعمل حملات عليك وتوقيعات إلى أن تفصل من عملك، مع أنك من أشد الناس كفاءة في عملك، شهاداتك أبحاثك أوصلتك إلى درجة عالية. لا 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 لا، ما نريده. لحظة، هو كان الكلام عن إيش؟ عن الحرية. ما للحرية أصبحت تأكل الحرية؟ هذا الغمور الذي يتحدث عنه.